نعم، ما هو الركن الثاني من أركان الإسلام؟ إسلام دنون إشكينشي توريجي قيسو إشكينشي توريجي إسلام الأول الإسلام صلاة الصلاة خطأ إيمان نعم كلهم الصلاة خطأ نماز طورا نزل الشيخ نعم إيمان الركن الأول من كان إسلام شهادة لا إله إلا الله محمد عبد الرسول الثاني يقول الصلاة خطأ محمد رسول الله هذا الأول هذا قلت بو برنشي ديدو شيخ إشكينشي نماز خطا ديدو طورا يمز ها إقام الصلاة لم يقل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ما الفرق بين الصلاة وإقام الصلاة؟ إشكينشي إسلام دينن إشكينشي توريجي نمازن كوبرماك إقامة الصلاة نيمي جون بيغمبر صلى الله عليه وسلم نماز أوكوماك دمي نمازن كوبرماك دب ديدو دي دي. ما الفرق؟ خلنا فرق بقى لأن هذا ممكن يصلي في اليوم ركعتين ويقول أنا أتيت بالركن وهو الصلاة وممكن يصلي دون أن يقرأ الفاتحة يقول أنا صليت لكن ما أقام الصلاة إذا إقام الصلاة لابد أن يأتي بالصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بشروطه وأركانه وواجباته ومكملاته تنتفع عنه مبطلات الصلاة نعم نيمچون بس اشنا دد اولدو نيمچون نمازны оқумақ эмес نمازны қопурмақ чунки бәз бир адамга намазны күнде 2 ракат оқып қойып болды мен намазны қылдым екі намаз оқып қойдым деп деш мүмкін деді лекин намазны қопурған киши қайсы намазны қопурған киши намазны фарзлары билан важиблары билан толық ада қылған киши ашу киши намазны қопурған болды деді